معانا الفنانة الجميلة القمر سلوى عثمان على التليفون. يا سلوى، الو، ازيك يا حبيبتي؟ يا عاملة سلوى، ايه؟ ازيك يا ادوار؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا الحمد سلوى؟ لله الحمد لله، بابا بيسلم منور يا عليك. اه والله وحشتيني يا سلوى. ايه ده، طب بتشوفهاش منور كمان؟ يا بابا يا حبيبي، ما هي اخبارك بقى ايه؟ يعني انا قاعد في اسكندريه وقاعده في القاهره. هو سايبك بقى يا سلوى وقاعد هو انت بقى بقيتي نجمه بقى، ما بقتيش تسالي في بابا بقى و... لا يا راجل، حرام لا لا عليك. لا ده هي الحقيقه على اتصال بيا دائم ده يعني. كلامي دائما لا لا لا، مش هيوقعوا بيني وبينك. لا لا طبعا مش هيقدروا يا حبيبي. لا والله، بس هو بابا بيحب اسكندريه وبيموت فيها، فعشقه بقى، فهو ما قاعد انت برضه هناك على بدايتك طول. كانت في اسكندريه مع مسرح الاطفال اللي انا كنت عامله. ايوه، ما هو انا البدايه قالوا كانت بدايه. هي واخوها الدكتور هشام كانت بتعمل ايه بقى؟ بتمثل، كانت بتغني وتمثل، بتغني وبتمثل وما تشوفناش العربيات دي. اشتغلنا مع بعض 100 مره انا وانت. مطربه يعني، المفروض تكتشفوني كمطربه بقى. لا لا، ده لازم. واخوها الدكتور هشام برضو، بالرغم ان هو دكتور مهندس ولكن عضو في نقابه. وكان بيمثل ومثل معايا كتير في الله. طبعا عيله فنيه يعني حضرتك. اتعلمتي ايه من بابا يا سلوى؟ والله اهم حاجه اتعلمتها من بابا الالتزام بالمواعيد بشكل غير طبيعي. بابايا ملتزم في مواعيده بشكل مش معقول. وطبعا الفن اكيد انا واخداه، يعني واخده الموهبه دي من بابا اكيد. طبعا التمثيل، فن التمثيل وكده، فدي حاجه جميله ربنا اداها لي عن طريق بابا يعني. صح. ربنا يخليك يا سلوى، ودايما كده متالقه ودايما في تقدم. انا بقول له يا سلوى هو وحشنا وعايزين نشوفه دايما على الشاشه، قد ايه الوطن العربي كله بيحبه. طبعا والله الناس كلها بتحبه، وكل ما حد بيقابلني يعني مش بس بيكلمني عني، بيكلمني كمان عن بابا، وبيحبه وبيحب ادواره وبيحب شغله. كلنا مفتقدينه. يعني انا خدتي مجروحه، بس هو بابا فعلا فنان كبير يعني، ويستحق اكتر من كده كمان. ما اشتغلتوش مع بعض؟ عمل يعني اشتغلنا كتير مع بعض، اشتغلنا في مسرحيه اسمها اشاعه، عمل درامي، عمل درامي، اشتغلنا مع بعض كتير في الدراما. لا، في الفيديو. لا، في الفيديو احنا اشتغلنا مع بعض، مثلا في الاذاعه، في المسرح. لا، واشتغلنا في مسرحيه اشاعه، بس اشتغلنا برضه مع بعض. لا، بيقول لك لا، بيقول لك اتقابلنا. انت والله طب هو يقول بتتبري من الموضوع ده ولا ايه؟ بص، هتلاقي الفلوس بتغير. لا بس هي مش فاكرة. بس سلوى ما شاء الله بقت بيومي فؤاد عندنا في لا بس انت بجد متألقة يعني في الكام سنة اللي فاتوا الصراحة، يعني سلوى في حتة تانية، انت متألقة بطريقة يعني فعلا زي ما ادوارد بيقول. لا يعني فظيعة فظيعة فظيعة، شابو. يا حبيبتي، ده بعد ما عندكم وبعد ما عند ادوار، يعني ادوار كمان يعني ممثل جميل وحقيقي، يعني حد كده بيمثل من قلبه يعني، ومع بعض على طول دايما كده في اعمال. ان شاء يا الله يا رب، نجاحك بيسعدني. احنا عايزين بس والله بابا يجي معانا كمان. هيحصل لازم. وبيقول لك نجاحك بيسعدني. طبعا الله يخليه. طبعا يعني ابويا ربنا يخليه لي يعني، ربنا يخليكم لبعض. سعيده انه انا اسعدته بان انا تلميذه شاطره بالنسبه له يعني. بجد احنا بنشكرك على المداخله الجميله دي، وبنقول لك احنا سلام. معانا اعظم ممثل في مصر. لا الله يخليك يا حبيبي، وانا بشكركم على تكريم بابا، ويا رب دايما كده يا ادوار بتكرم الناس اللي تستاهل التكريم، ودي اسعد لحظه في حياتي ان انا بكلم بابا وهو بيتكرم على الهوا. ميرسي يا سلوى. شكرا 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 يا حبيبي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.